صباح الخير والهلا، وصباح الخير يا اللي معانا. واول اسبوع حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. والنهارده هستاذن حضراتكم، كريم بيعتذر عن الحلقه، ان شاء الله يكون متواجد معانا بكره باذن الله. والنهارده مش عارفه يعني ابدا الحلقه ازاي بصراحه، يعني في كلام كتير هنقوله اكيد على مدار الحلقه، لكن لو هبدا النهارده واقول عنوان امس هقول ان هو كان يوم حزين على الكره المصريه. الحق يقال، يعني الواحد لما بيجي وبيبقى فايز وبيبقى فرحان بيجي يقول لحضراتكم صباح النصر، بيجي يبقى مبسوط، بيجي يتكلم بصيغه فيها تفاؤل. لكن اللي حصل امبارح على كل المستويات، انا مش هتكلم بس عن النادي الاهلي، كل المستويات يوم حزين للكره المصريه بكل معنى الكلمه. طيب ده ليه بيحصل؟ اكيد ده ليه اسباب كتيره جدا. طب ليه هو منتخب الشباب برده عندنا بهذا المستوى اللي كلنا يعني حزننا امبارح؟ انت لما تيجي تشوف برضو كده البوتنشال بتاعك، يقول لك دايما منتخبات الشباب والناشئين والكلام ده كله بيبقى زي معبر ليه او مقياس ليه اللي بعد كده. انت المنتخب بتاعك هيبقى عامل ازاي، انت الفرق بتاعتك هتبقى عامله ازاي، انت الكره المصريه مستقبلها عامل ازاي، دي كلها بتبقى مؤشرات. لكن اللي حصل امبارح شيء غير مبشر بالمره، حاجه الى حد كبير خليني ارجع اقول تاني يوم حزين علينا وعلى الكره المصريه. هنتكلم في كل التفاصيل، وهنحاول ان احنا نحلل مع ضيوفنا، وهنحاول نفهم اللي جاي كمان شكله هيبقى عامل ازاي، طالما احنا واقفين في النقطه دي عند حاجه انا او عند صوره خلينا نقولها ما هياش الافضل، ما هياش الافضل ابدا، مع او خلينا برضو نقول حاجه تانية لا تليق بطموح الجماهير المصريه، لا تليق ابدا اللي احنا شايفينه مستوى الكره المصريه، لا تليق بطموح الجماهير المصريه. ده اللي انا هكتفي بيه دلوقتي في المقدمه ان اتكلم عنه. خلينا ننوه عن الفقرات مع حضراتكم. هيبقى فقره اولى معانا الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي، وهنفتح كل الملفات بقى وهنتكلم بمنتهى الشفافيه وهنتكلم بمنتهى الصراحه. الفقره الثانيه هتكون معانا دكتور دينا ابو السعود، وملف طبي مختلف اكيد برضو هيهم حضراتكم من دلوقتي لغايه الفقره الطبيه، للي عايز يسال اي تساؤل خاص يعني بالسمنه او طرق خسسان او فقدان الوزن يبعت لي دكتور دينا من دلوقتي، عندنا لسه وقت طويل. تعالوا بقى نتكلم عن امبارح والماتش اللي كان، وقلنا عنوانه قبل ما نبدا نلعبه، يعني كان ماتش صعب. طبعا كان ماتش صعب، التعادل اللي حصل مع سان داونز بهدفين لكل فريق ما هوش افضل شيء، وده تاني ماتش ليه، ده انت بتتكلم ولسه عندك ماتشات كتيره جدا مؤجله، طبعا عندك مع كوتن الكاميروني وغيره. بس تعالوا نتكلم شويه في تفاصيل يعني الماتش. الاهلي في البدايه كده لعب بشكل قوي، ضغط كمان وحاول عبد القادر التسجيل، وكان نتكلم في الدقيقه تقريبا الثلاثه او اربعه حاجه زي كده. الحارس عندك بتاع الفريق الاخر او بتاع سان داونز هو برضو حارس تقيل، احنا ما بنتكلمش ان ابدا سان داونز فريق يعني ضعيف، سان داونز تاريخ مواجهاتنا مع بعض حضراتكم عارفين، ولو كسبونا كتير جدا واحنا كسبناهم، بس برضو فريق فيه تنافسيه بيننا وبينه شديده جدا. هو حارس قوي جدا، الماتش كان قوي جدا، وفكره ان انت كمان تبدا الماتش بهدف للمنافس، يعني المنافس بتاعك يقدر ان هو يسيطر على مجريات الشوط الاول بهذه السرعه، برضو ما كانتش افضل حاجه معنويا لينا، ما كانتش الافضل معنويا لينا. لكن تعالوا نروح لبعد كده، محاولات كمان لاعبي الاهلي كانت مستمره، كلنا كنا شايفينها، اتحقق هدف التعادل كانت برضو في الدقيقه تقريبا 60، انا عشان مش 59 60 برضو حاجه كده، اللي سجله طبعا محمد عبد المنعم من ركنيه كانت يعني رائعه جدا كمان من علي معلول، سجلها عبد المنعم براسه. الماتش كان هنقدر نقول ان هو كان رايح جاي في الهجمات المرتده الخطيره بين الفريقين، لغايه بقى لما تيجي عند الدقيقه تقريبا 75 حاجه زي كده، لما سجل الشحات الهدف التاني قلنا الحمد لله، يعني الواحد قال طب كويس، يعني الدنيا هي بتمشي، طب الامل موجود وغيره. لكن برضو الفريق الاخر قدر ان هو يسجل هدف التعادل بعدها، ما فيش، ما لحقناش نفرح، كانت 3 4 دقائق حاجه زي كده. فنرجع نقول تاني ماتش كان صعب جدا، ماتش كان قوي جدا، لكن هل النتيجه دي اللي كانت متوقعه؟ خليني اقول لحضراتكم برضو الصراحة لا، مش هي دي النتيجة اللي احنا كنا متوقعينها، ومش هو ده اللي احنا كنا نتمناه برضو يعني بنفس السياق. طيب حد هيجي يقول احنا كده خلاص؟ لا اكيد لا، احنا لسه عندنا ماتش جاي مع القطن الكاميروني، تركيزنا كمان في الفترة اللي جاية مفروض ان هو يكون مضاعف، اكيد الفريق مفروض، انا بتكلم عن نفسي او بتكلم عن نفسنا، يعني بتكلم عن النادي الاهلي، لازم ان هو هيذاكر الماتش اللي فات ده كويس جدا، لازم يتاكد من الايجابيات، لازم يتاكد من السلبيات، وقلنا ده ومفروض اللي مارسيل كولر ده اللي بيعمله، قلنا احنا عندنا بعض الازمات اللي احنا خدناها معانا او ورثناها من الموسم اللي فات معانا لسه للموسم ده، للاسف شفناها بعض المباريات وبعض البطولات، وما شفناهاش في بعض المباريات وبعض البطولات، لكن هي لسه مستمره معانا. عايزين فريقنا
وعايزين الجهاز الفني يعني يرجعوا لنا تاني بالروح وبالتشكيلة وبالشكل اللي احنا نعرفه، مش عايزين اخطاء تاني واخطاء متكررة. انت عارف لما تيجي مثلا تلعب في ماتش ويحصل خطأ وبعد كده تيجي تعمل خطأ اخر تقول اوكي، لكن خطأ متكرر بنفس الشكل بنفس الصورة من ماتش لماتش ما اعتقدش بتبقى الطف حاجة ابدا، خصوصا انت عندك سكواد رائع جدا وعندك مدير فني يعني رائع جدا بتقال عليه بروفيسور. فلا مارسيل كولر راجل رائع. خلينا نقول برضو مع بعض الانتقادات اللي وجهت ليه تحديدا في المباراه بالامس، قال لك لا هو التغييرات اللي هو عمله ده، طب هي الخساره كانت بسبب مارسيل كولر. كلنا سمعنا وقرينا بعض التعليقات اللي يعني الناس اتكلمت عنها، لكن مش مشكلتي دلوقتي هو مين كان السبب، انا مشكلتي ان احنا ما حققناش المرجو. في مشكله حصلت، في ازمه حصلت، لكن هل الازمه دي كده دمرت كل حاجه؟ لا، خلينا برضو بنتكلم بمنطق، مش طالعين بس نحزن وخلاص او نتكلم بطريقه سلبيه وخلاص. لسه عندنا يعني فرص كبيره، حظنا كمان لو هتكلم في البطوله الافريقيه دايما بيكون كبير، الاهلي عنده خبرات كبيره جدا فيها، ان شاء الله يقدر ان هو يترجم ده كمان في اللعب. كمان احنا عارفين ضغط المباريات في الفترات اللي فاتت ولسه مكمله معانا بيأثر على النتائج وعلى الماتشات بشكل كبير. انت بتتكلم دلوقتي عندك تقريبا كل يومين ماتش، فيعني معلش دي حاجه برضو صعبه جدا، وكنا بنتمنى ايجاد حل ليها في الفتره اللي فاتت والمواسم اللي فاتت، لكن واضح ان يعني في حاجات كده امنيات بتتحقق وفي امنيات لا، فغالبا هي من الامنيات اللي مش هتتحقق. على كل حال خليني اكمل مع حضراتكم ونتكلم بقى في الوضع اللي النادي الاهلي دايما معودنا عليه، لان احنا برضو لما جينا تابعنا وشفنا التصريحات المختلفه دايما بيقول لك خلاص يعني انت خلص الموضوع ده، اقفل بقى الصفحه وركز في اللي جاي، وهو ده اللي احنا بنحاول احنا نعمله اكيد، او يعني بنحاول كمان نصدره للعيبه، مش عايزين يبقى فيه روح سلبيه الى حد كبير بتتصدر، لسه في فرصه لسه في امل، الموضوع ما وقفش لغايه هنا وباذن الله نقدر ان احنا نعوض. سريعا جدا عندي اخبار مختلفه برضو خليني اقول لحضراتكم، النادي الاهلي مفروض ان هو هيعقده، دي من يعني خلينا نقول من الاخبار الحلوه بقى، مؤتمر صحفي النهارده هيكون الساعه 12 الظهر عشان يعلنوا عن الراعي الخامس. الحمد لله لحد دلوقتي انت عندك كم رعاه محترمين، اسماء كبيره جدا جدا واسماء عالميه، هيكون طبعا بحضور كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره ومسؤولي هنا بقى شركه شال اللي هترعى النادي لمده كمان 4 سنوات قادمه. طبعا كانت معانا قبل كده مش اول مره، النادي الاهلي كمان كان اقام خلال الفترة اللي فاتت لو نرجع كده بالذاكرة شوية توقيع عدة عقود، كان عندك مثلا شركة اتصالات وكانت دي الراعي التكنولوجي والشريك التكنولوجي، وبعد كده عندك كان حفل توقيع الرعاية مع بنك أبو ظبي الأول مصر، وحفل توقيع الرعاية مع شركة جي أل سي للدهانات، وتوقيع الرعاية كان آخر حاجة مع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. فتاني هرجع أقول الكبير لما بيجي يعمل شراكة بيعمل شراكة مع ناس كبيرة، فكل الأسماء اللي احنا طرحناها وغيرها بإذن الله برضو كلها أسماء كبيرة جدا، مزيد من التوفيق. وزي ما بتقال هي وين وين سيتويشن، أكيد الطرف الآخر هيكون مستفيد إن هو يعني بيندمج أو بيتحط اسمه مع كيان كبير زي النادي الأهلي، والعكس أكيد صحيح. فكل التوفيق إن شاء الله ومزيد من الرعاة، احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. تعالوا بقى نروح للجنة الطفل بالنادي الأهلي اللي نظمت كان يوم ترفيهي للأطفال في أهلي مدينة نصر، ده كان تحت إشراف اللجنة العليا للجان، حاجة بتبقى جميلة وحاجة بنبقى حريصين عليها في 10 الصبح في الأهلي، إن احنا كمان ننقل لحضراتكم كل النشاطات اللي بتقدم للجماهير وبتقدم للأعضاء في النادي الأهلي طبعا المختلفة من قبل اللجان في النادي الأهلي. خلينا نتابع ونرجع نكمل. احنا برضو بنستكمل اليوم الفاني للولادة، كان الايفنتات دي كنا بنعملها في نص السنة، خلصنا ايفنتات نص السنة وحقيقة احنا عملنا حاجات كويسة فيها قوي، حاجات تربوية ورياضية وفنية وابداعية. فالنهاردة كمان جينا مدينة نصر عشان يبقى يوم جميل للولاد ان هم يقضوا يوم مع العيلة، يوم مع الجيم والايروبكس، يقدروا ان هم يطلعوا الطاقة السلبية بتاعتهم بعد اول اسبوعين من الدراسة، على اساس ان هو خلاص الولاد طبعا بيروحوا الترم التاني وتبقى نفسيتهم مش مظبوطة، بيبقوا متضايقين، بيبقى عليهم حمل كبير. فقلنا النهاردة نختار الميعاد ده على اساس ان احنا نطلع الطاقة السلبية اللي عندهم ويبدأوا المذاكرة والدراسة بشكل حلو قوي. كمان اخترنا ان اليوم يبقى من خلال ادارة الجيم، هم طبعا هيبقوا اكتر خبرة ان هم يقدروا يستوعبوا
يستوعبوا الاطفال ويستوعبوا اولياء الامور. وهيبقى النهارده اليوم عباره عن اشتراك ولي الامر مع الاطفال ان هم يقدروا يمارسوا الرياضه ويمارسوا اللعب معاهم. استكملنا اليوم بشقه رايس ورجوز وكده على اساس ان يبقى اليوم برده فيه حاجات طفوليه شويه يقدروا يستمتعوا بيها. اول ايفنت بنعمله في لجنه الطفل النهارده شقه رايس وايروبكس وجيم. بندعينا النهارده الاسره كامله بقى مش الطفل بس يمارسوا بقى رياضه ويرجعوا بقى لنشاطهم تاني وينبسطوا. واحنا عملنا الايفنت ده في الجزيره قبل كده وبنكرره النهارده تاني ويا رب الناس كلها تتبسط معانا. والله هنخليها اليوم تاني يعني علشان ما يبقاش اليوم مسحوم قوي وعشان الوقت قليل. فان شاء الله هنعمل المسابقات دي هتبقى فقرات تانيه لوحدها وايفنتات تانيه لوحدها باذن الله. النهارده عاملين يوم رياضي مع الاشتراك مع اداره الجيم. طبعا الولاد لسه خارجين من الاجازه وبادئين الدراسه فحبينا ان احنا نخليهم اكتف اكتر ويلعبوا رياضه وايروبكس ويكون في فيتنس على اساس ان يكون عندهم طاقه ايجابيه على الدراسه وبتغذي العقل الرياضه شويه فيكون اكتف يعني شويه. اليوم النهارده كان حلو قوي قوي. الولاد كانوا اكتف جدا جدا كانوا مبسوطين جدا باليوم ومبسوطين بالايروبكس وبالدانسينج والحاجات دي. طبعا هو مش اول تعامل مع اداره الجيم وان شاء الله هنكرر الايفنت ده تاني. التفاعل مش كتير قوي ممكن علشان يعني لسه دراسه ويوم ويكند بيبقى اغلب الناس مش موجوده بس يعني بالنسبه للعدد ان احنا في وقت دراسه فالعدد لا يعني العدد حلو قوي. بالنسبه للاكتف بتاع الاطفال المبسوطين جدا جدا ومبسوطين بالرقص وباللعب وبالرياضه فبيحسوا ان هم بيطلعوا كل الباور اللي عندهم يعني لسه في طاقه جواهم فبيطلعوها حلوه قوي قوي يعني. النهارده اليوم بتاعنا ما كانش فيه قيود خالص. احنا كنا فاتحين اليوم من غير تسجيل لعدد معين احنا كنا فاتحينه للاعضاء كلهم لان النهارده يوم جمعه فالنادي بيبقى طبعا مليان بناس كتير قوي فما حبيناش ان احنا نحرم طفل او اب وام ان هم يشاركوا مع طفلهم النهارده. فاليوم كان مفتوح بالتعاون مع اداره الجيم. النهارده كان يوم ايروبكس فتنس يوم رياضي كامل متكامل. احنا مبسوطين جدا من تفاعل الناس النهارده واحنا مبسوطين اكتر لان في حاجه دايما مش كتير بنعملها ان الاب والام يشاركوا مع طفلهم. لا احنا النهارده بالعكس كنا فاتحين البيبان لكل الناس النهارده فالاب والام والطفل والاخت والاخ بيلعبوا مع بعض باريحيه جدا. اداره الجيم طبعا مساعدانا بده بشكل كبير جدا. الكوتشز الموجودين على اعلى مستوى واحنا كلجنه مبسوطين ان احنا بنعمل دوت للنادي. وكمان انا شايفه تفاعل الاعضاء كويس جدا النهارده. طيب نرجع بقى للكرة المصرية والأزمة اللي أنا كنت بكلم حضراتكم عنها بالأمس وفكرة تاني منتخب كمان الشباب. طبعا زي ما كلنا متابعين امبارح ودع منتخب الشباب منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بنتكلم تحت 20 سنة بعد الهزيمة اللي كانت صعبة جدا وكانت حزينة جدا أمام السنغال. بتكلم في رباعية نظيفة يعني المنتخب السنغالي سجل 3 اهداف كانت في دقائق برضو ما فيش فرق بينها كبير وبعد كده جه او احرزوا كمان الهدف الرابع في الدقيقه تقريبا كانت 80 عشان ما كده اللقاء عندك ينتهي بروعيه نظيفه. طيب انت كده بقى لو بلغه الارقام بتتكلم ان رفع منتخب السنغال رصيده للنقطه 9 في صداره المجموعه الاولى وتجمد رصيد المنتخب المصري في المركز الاخير بنقطه وحيده. طيب السؤالي هنا اللي انا هطرحه يعني على اي حد بيسمعنا هو ليه ده بيحصل؟ هو منتخب الشباب الأزمة بتاعته في إن أنا ما عنديش مواهب ولا أنا عندي مواهب والأزمة التانية إن أنا ما عنديش جهاز فني جيد؟ أنا هحاول ألاقي إجابة من التليفون اللي معانا طبعا كابتن إسلام شكري معانا على التليفون من الإمارات هو دلوقتي علشان طبعا يعني مهاجم منتخب مصر السابق عشان يحاول يجاوبنا لو في إجابة. كابتن إسلام في البداية طبعا برحب بيك بونجور عليك. اهلا يا نهاوند وصباح الخير عليكي وعلى كل المشاهدين. يعني انا ما اعرفش مش هقدر اجمل او اطلع اقول يعني معلش عملوا اللي عليهم. انا هتكلم بمنتهى الصراحه برضو كالعاده و
انا حزينه، انا من الناس اللي حزينه جدا على الاداء، وكنت اتوقع ان احنا ممكن نحقق افضل من كده. بتشوف ده ازاي وسبب ده ايه برضو كابتن اسلام؟ هل هو راجع زي ما انا كنت بتساءل كده، احنا ما عندناش مواهب، ولا احنا عندنا مواهب بس لا يتم استغلالها بشكل كافي، وده راجع لسوء الاختيار من الاول للجهاز الفني؟ خليني اعرف منك. في البدايه طبعا يا هوند، زي ما يعني هاخد من كلامك حته ان الامر محزن والناس كلها حزينه، ده فعلا ده الشعور اللي عندنا كلنا، لانه اللي حصل امبارح ده يعني لو مش هنجمل الكلام وهنتكلم بصراحه الموضوع كارثي. صحيح. ان يبقى في هزيمه على ارض استاد القاهره، الاستاد المرعب لاي منتخب، وتخيل بقى ان ده منتخب شباب جاي بيلعب منتخبنا وبنتغلب بالاربعه، فاحنا في كارثه حقيقيه. ومش عايز نلخص الموضوع في ان احنا في المنتخب بتاع الشباب اللي موجود الحالي، يعني لا، الموضوع اكبر من كده. انا مش هقدر اتكلم او ما في الواحد ملوش نفس يتكلم فنيا في مباراه ولا في تكتيك ولا في تشكيل ولا في نتائج هم عملوها الولاد في الثلاث مباريات. كان امبارح احنا لحد اخر وقت كان ممكن يبقى عندنا فرصه في الصعود. احنا متخيلين ان احنا في فرصه ان انت ممكن تطلع من احسن التوالد، انت مش عارف تاخدها. يعني احنا بعاد جدا، احنا عندنا مشكله كبيره، عندنا مشكله كبيره ان احنا لو ما نظمناش الامور وواكبنا التطور اللي حاصل زي ما موجود في كل البلاد، ومش هتكلم على البلاد الاوروبيه، احنا بنتكلم على البلاد العربيه اللي موجوده اللي هي زي مستوانا، احنا هنبقى في مشكله كبيره. واحنا اصلا دلوقتي في مشكله كبيره، احنا عندنا قصور كبير جدا في قطاع كره القدم من اول القاعده، ولو ما بقاش من القاعده صح احنا هيبقى عندنا مشكله في المستقبل. يعني حضرتك بتتكلم عن الاكاديميات وقاعده الناشئين في الانديه كلها، يعني حضرتك بتجمع هنا. انا هتكلم على الحته دي شويه نهاوند او هركز عليها. لكن الموضوع كله فين اصلا النظام؟ البدايه بتيجي من النظام. النظام اللي هو ايه؟ ان احنا نحط لوائح ومعايير ومتطلبات على كل نادي انه ينفذها. فهنيجي نتكلم على الحته بتاعه الناشئين والقطاعات البراعم والاكاديمي. لا، احنا في عندنا مشاكل كبيره. لازم كل نادي يبقى عنده اكاديميه خاصه، لازم يكون عنده قطاع براعم، لازم يبقى عنده قطاع ناشئين. ولازم نفهم ايه الفرق ما بين الثلاثه، عشان ما يحصلش التضارب اللي حاصل من ان احنا نقعد نقول الجمله اللي الناس كلها بتقولها، انه من ساعه ما دخل الاستثمار في الكوره، الاستثمار ده اللي هو استثمار الرياضي اللي هو بيقولوا ان لعيب بيلعب بفلوس ولا لعيب بيدفع فيه عشان يبقى موجود مقيد جوه نادي. وده حاصل على فكره في انديه كبيره عندها باع كبير جدا في قطاعات الناشئين. بس ده ممكن يحصل في قطاع على صعيد صغير الاكاديميات في البدايه، لكن هل ممكن يحصل كمان في الناشئين او في فيرست تيم؟ هو موجود في، لا، موجود في قطاعات الناشئين في الانديه، مش موجود في فيرست تيم طبعا. موجود في قطاعات الناشئين في الانديه كبيره عندهم يعني بيفتحوا مجال للعيبه اللي غير موهوبين او اللي هم اللي مش تالنت زي يعني مثلا لو القايمه فيها 30 لعيب ممكن يدي 20 لعيب تالنت وال10 الباقيين يبقوا بيل. دي كارثه، دي كارثه. احنا كده بندخل كل حاجه في بعض. لما هنحط نظام وهنحط معايير ومتطلبات لكل قطاع هنبدا نمشي صح. لازم نواكب الامور اللي الناس بقتنا فيها ونبدا نحاول نجاريهم. يعني احنا زمان لو بنتكلم على منتخبات الناشئين والشباب كنا مميزين وكانت نتائجنا باينة على ارض الواقع ببطولات، بانتاج لعيبه للفريق الاول، وزي منتخب 83
اللي هو جيل كابتن حسن شحاته، جيل كابتن شوقي غريب اللي هو منتخب واحد. طبعا احنا عندنا اسماء، حسام غالي وعماد متعب وانت كنت موجود برضو، يعني لا اسماء كتيره طبعا، لا كتير كتير جدا. انا هوند احنا بنتكلم في اجيال بان نتائجها طبعا على صعيد المنتخب الاول في 2006 و2008 و2010. احنا متاخرين ليه في الفتره اللي فاتت؟ لان منتخبات الناشئين والشباب فيها مشاكل كتير، من عدم نظام، من مجاملات، من عدم اختيار اجهزه على 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 قدر الحدث وعلى قدر المكان اللي هم فيه. ما ينفعش انه يبقى في جهازات اجهزه منتخبات الشباب والناشئين في الفتره الحاليه عند اللعيبه الصغيره دي، اللي هي خلي بالك ما بقتش صغيره، هي بادئه. الولاد دول بتلاقيهم نجوم من قبل ما يبداوا، ودي مشكله كبيره جدا، لانه اللعيب بيطلع متشرع وعنده حاجات وصل لها من قبل ما يعمل حاجه اصلا. فانا لازم اجيب له حد يقدر يكونترول، يقدر يقومه، يقدر يحطه في مكانه. يعني حد زي مين؟ يعني احنا هنا بنتكلم كابتن اسلام مثلا، لو هنتكلم بذكر اسماء، هل في اعتراض مثلا على كابتن محمود تحديدا، ولا قصه ان انت برضو مش قصه كابتن محمود او غيره، قصه ان انت لازم تجيب قدوه كلاعب مثلا كان له باع كبير، له تاريخ كبير، ليه اسم كبير، الشاب ده ياخده قدوه ليه، يبقى عايز ان هو يبقى زيه في المستقبل، هل ده اللي تقصده؟ لا، هو انا مش عايز الخص الموضوع عند كابتن محمود جابر، لكن احنا هنتكلم انه احنا دلوقتي ده جهاز فني، جهاز فني فيه مدير فني، في مدرب عام، في مدرب مساعد، في راجل بتاع جهاز كامل راجل اكيد بالظبط. فانا اذا كنت عايز اجيب مثلا الكابتن محمود جابر اللي هو الراجل الخبره، لازم احط جنبه واحد لعيب او سوري مدرب شاب يقدر يبقى عنده قرب من المنتاليتي بتاعت اللعيبه، يقدر ان هو لما هيبقى كابتن محمود عايز منه حاجه يوصلها للعيبه بطريقه اسرع، يبقى مقنع للعيب. عندي يعني الجهاز ده الطبيعي ان هو يبقى لازم يبقى فريق عمل كامل، يبقى هو اللي يدي الشكل الانسب قدام الولاد. الولاد دول ما بقوش زي زمان، مع ان زمان احنا على ايامنا يعني احنا كان بيجي لنا اكبر الاسماء في منتخبات الشباب والناشئين والاولمبي. بالظبط بيجي لنا صف مدربين لما بييجوا يتكلموا في الكوره احنا بنبقى مقتنعين، احنا بنسمع الكلام. لكن انا بكلمك على اللي احنا فيه دلوقتي. طيب يعني خليني الخص وجهه نظر. اتفضل. انه اول حاجه انا بس مش اول حاجه يعني انا عايز اوصل ان احنا تاني لو بنتكلم على الانديه لازم تهتم جدا بقطاعات الناشئين. ازاي؟ قطاعات الناشئين دي فيها المدرب واللاعب والطول اللي هي الملاعب. ما ينفعش ان انا ابقى بدي المدير الفني بتاعي 100,000 دولار والبادجت بتاعت الفريق الاول بتاعي مثلا 300 مليون جنيه، وانا البادجت بتاعت قطاع الناشئين والبراعم والاكاديميات 20 مليون جنيه. لا، في جاب كده كبير جدا. المدرب لازم نقدر لازم نقدره اكتر من كده، لازم نديله حقه عشان ابدا اتراك المدربين او سوري اللعيبه الصغيره اللي لسه مبطله، اللي هم هستثمر فيهم واعلمهم واخليهم يحصلوا على الرخص المطلوبه عشان يبقى مدرب. تمام. النقطه الثانيه بالنسبه للعيب، اللعيبه لازم نهتم بيهم من كل النواحي. احنا ما بقيناش زي زمان، مش الموضوع مش التدريب وبيروح. الولد زمان كان بيروح ما عندوش غير المذاكره وممكن قناه او اثنين بيتفرج عليهم ويروح. لا، ده دلوقتي بيبقى بيخرج وبيسهر وسوشيال ميديا. يعني هو سيستم كامل. انا بتفق معاك، هو سيستم كامل لازم يتحط، وسيستم بثقافه احترافيه من البدايه، لان هو ده الاساس، هو ده البيز اللي احنا هنبني عليه. لكن برضو هرجع واقول، ولو تتفق معايا بس سريعا كابتن اسلام، انا برضو هحمل المسؤوليه، ومسؤوليه كبيره مش بس على اللعيبه، على الجهاز الفني. كل احترامي كابتن محمود والجهاز الفني المحترم، لكن هيقع عليهم برضو مسؤوليه عدم يعني تحقيق المنتخب لاي شيء تقريبا نقدر نقول. يعني معلش برضو
برضو في مسؤوليه كبيره هنا لو تتفق معايا. هو كابتن اسلام فين يا جماعه؟ انا مش عارفه تسمعني كابتن اسلام؟ الو انا سامعك. انا بقول لك النقطه الاخيره لو تتفق معايا تحميل المسؤوليه ومسؤوليه كبيره على الجهاز الفني لو تتفق معايا في النقطه دي. طبعا يتحملوا جزء من المسؤوليه. باين جدا من تغيير التشكيل، مفيش ثبات في التشكيل في 3 مباريات، مش واضح في هويه لطريقه اللعب. في كمان حاجه نقطه مهمه جدا، الاسلوب بتاع اللعيبه مع بعض في الملعب حاجه غير مقبوله بالمره. فكل الحاجات دي بتبين انه في جزئيه واقعه من عند الجهاز الفني للمنتخب. وبلس تاني لازم ما ننساش اتحاد الكوره، اتحاد الكوره عليه مسؤوليه كبيره جدا. تمام. جدا سواء في الفتره اللي فاتت او في الفتره اللي جايه، الناس دي لازم تهتم وتراعي ازاي نكبر منظومتنا ونحاول ان احنا نواكب التطور اللي حاصل في العالم كله. رائع جدا، بشكرك. هو ملف طبعا كبير، يعني الكلام اكيد مش هينفع يخلص فيه في مداخله، بس بشكرك جدا على هو مش هيخلص ولا في يوم. لا لا خالص، مش تليفون ولا مكالمه، انا صحيح ده محتاج صحيح شغل كبير حقيقي. انا بتفق مع حضرتك جدا، بشكرك جدا جدا على هذه المداخله كابتن اسلام شكري من الامارات مباشره. شكرا ليك، كلام اتفق معه، اعتقد كلام كلنا هنتفق معه، في خلل، في مشكله، في منظومه كامله لازم الاهتمام بيها، في علامات استفهام. هو انا المنتخب بتاعي طب وبعدين، يعني لغايه امتى؟ احنا شفنا فعلا منتخبات قبل كده واسماء كبيره جدا، مش عايزه اقول اسماء عشان ما انساش حد، بس منتخبات الشباب عندنا عملت قبل كده باع كبير جدا وحققت بطولات عظيمه، لكن دلوقتي الوضع فعلا مختلف. ومش هحمل بس اللاعب على فكره، انا بقى مع الناس اللي بتقول ان احنا عندنا في المنتخب بتاع الشباب لا كوادر حلوه، مش عشان الاهلي مثلا منه 6 لعيبه والزمالك 4 او غيره، دول دلوقتي منتخب مصر، منتخب مصر للشباب، فكامل الاحترام لكل الانديه كل اللعيبه اللي فيه، بنشجعهم كلهم وبندعمهم كلهم، لكن اللي احنا شايفينه ده كمستوى لا لا يليق، لا يليق ابدا، ومش مباشر لقدام زي ما كنت بقول لحضراتكم. فلازم في كلام هنا ولازم في وقفه ولازم نفهم. على كل حال انا هاجل ده شويه للفقره الحواريه الاولى، ونحاول ان احنا نلاقي حلول كمان، يعني مشكله عرضناها نحاول نشوف ايه الحلول اللي حتى الدول المختلفه، ومش هاخد برضو يعني مثال الدول الاوروبيه، انا هاخد من كلام كابتن اسلام، حول الدول العربيه المحيطه اللي قدرت تعمل طفره في الكره عندها وفي منظومه الكره عندها، عملوا ايه؟ يعني خصوصا ان احنا كان عندنا باع واحنا سابقين كنا بكتير جدا، لكن واضح ان احنا وقفنا شويه، تعثرنا شويه، محتاجين نفهم التعثر ده اخرته ايه الصراحه. خلينا نروح لملف اخر، وامبارح كان ختام فردي الرجال والسيدات بالكاس العالم لسلاح الشيش، يمكن الملف ده او الرياضه دي او البطوله دي انا وكريم تابعينها مع حضراتكم بقى لنا فتره طويله جدا، نتكلم ده منافسات بطوله كاس العالم رجال يعني وسيدات فردي ايضا وفرق، بيمثلوا 45 دولة، وخلينا نقول الحقيقة الاتحاد المصري للسلاح بيقوم بمجهود كبير على مستوى هنا تحديدا استضافة البطولات الدولية، حاجة كانت محترمة، عندك ميديا من كل أنحاء العالم. تتكلم برضو بطولة العالم لسلاح الشيش تحديدا هي بتشهد مشاركة كبيرة على مستوى عدد اللعيبة والفرق المشاركة والتغطية الصحفية والإعلامية، وبالنسبة للنتائج الفردي رجال حقق بطل هنا هنقول الولايات المتحدة الميدالية الذهبية، وبطل إيطاليا الفضية، وكل من بطل إيطاليا ولاعب أيضا فرنسا الميداليتين البرونزيتين، يعني خلينا نقول مبروك طبعا للفائزين، كنا نتمنى ان احنا كنا نكون ضمن الفائزين، لكن انا مش هقول اني برضو زعلانه، بس هو واضح ان هو كان يوم حزين على الرياضه. خلينا نقولها بدل شغلان، الواحد والله بيضحك بس هو من جواه مش يعني هي يعني مش حاجه تضحك، بس الواحد زعلان وعارف كتر علامات الاستفهام، فانت بتضحك. هو ما اعرفش، معلش اعذروني شويه، انا زعلانه، يعني انا زعلانه على المنتخب بتاعنا، واكيد مش اسعد حاجه برضو على الاهلي، يعني معلش، فالنهارده ممكن اكون شويه متأثرة. خلينا طيب بما ان احنا بنتكلم بداية الاسبوع فخلينا نطمن على الاسبوع، خصوصا احنا سامعين ان كانت اشاعات، او يعني خلينا نتأكد بقى من دكتور منار طبعا هل هي اشاعات ولا لا، ان الفترة اللي جاية هتشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، صباح الخير عليكي في البداية. صباح الخير على حضرتك استاذ انا هوند، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيكي. اهلا بيكي. هل الكلام ده بقى صحيح ولا لا؟ يعني هل احنا من النهارده بنشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره وقد تصل ل 30 درجه وحاجات زي كده، ولا الموضوع مش بهذا يعني الشكل؟ خلينا نقول
لا بالفعل احنا هنشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة على كافة المناطق القمرية. الارتفاعات دي هتبتدي من اليوم لأنها هنبدأ نتأثر بمصادر كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. المناطق دي بتكون مرتفعة بدرجات حرارتها خلال فترة النهار. وجود كمان امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيساعد أكثر على ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود سحب مؤثرة على درجات الحرارة. فبالتالي في ارتفاع درجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى 5 درجات. ذروة الارتفاعات هتبدأ من يوم الثلاث إلى يوم الخميس. الوقت ده هو هيكون فيه أعلى درجات حرارة هنسجلها على مدار الأسبوع، وهتوصل فيها العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار. المناطق الجنوبية جنوب الصعيد هتوصل ل 32 و33 درجة مئوية فترة النهار. فهنحس بارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع كله، يمكن إن شاء الله من غدا الاثنين هيكون ملحوظ. يعني كمان احنا بنستني ملابس شتويه، فهنحس اكتر بارتفاع درجات الحراره خاصه فترات النهار وزياده فترات سطوع اشعه الشمس. والارتفاع ده مكمل معانا لنهايه الاسبوع ان شاء الله، يمكن مع يوم الجمعه تدريجيا تبدا درجات الحراره تنخفض وتعود للمعدلات تدريجي. فترات الليل كمان هتكون فيها يعني تحسن في درجات الحراره بشكل كبير، لان احنا بنتكلم في درجات حراره فتره الليل خلال الايام القادمه ما بين 15 و17 درجه فتره الليل. ففترات النهار الاجواء هتكون مائله للحراره على المناطق الشماليه، حاره على المناطق الجنوبيه. خلال فتره الليل هيكون طبعا في فرق بين فتره النهار وفتره الليل بيوصل ل 10 12 درجه مئويه. الاجواء لفتره الليل هتكون اجواء بارده على اغلب الانحاء. لكن هنا ناكد ان فصل الشتاء ما انتهاش، ما نخففش الملابس او نغير نوعيه الملابس بشكل كبير، لان بعد الارتفاعات هيحصل مره اخرى انخفاضات، وانخفاضات فتره الليل هتكون ملحوظه خلال الايام القادمه ان شاء الله بعد ارتفاعات درجات الحراره. فصل الشتاء هينتهي 20 مارس، فاحنا الى انتهاء فصل الشتاء نحافظ على ارتداء ملابسنا الشتويه فترات النهار، ناخد بالنا جدا من فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. بالاضافه كمان الظاهره الجويه المؤثره معانا غدا وبعد غدا هو تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مع يوم الاربعاء هيكون في اتشبه عالقه، هي ظاهره جويه زي الشبوره المائيه كده، طبعا مش شمال مطره، لكن هيكون في اتشبه عالقه وعجاج موجود في سماء القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد. فناخد بالنا خلال ده على مدار اليوم ولا هيكون في الساعات اللي هي الاولى من الصباح اليوم؟ لا هيكون خلال فتره النهار، هيكون خلال فتره النهار اتشبه عالقه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. ومع يوم الخميس كمان هتستمر معانا الاتشبه العالقه. التحسن في الاحوال الجويه ونبدا تدريجيا نعود للاجواء بقى الشتويه المعتاده لفتره النهار ان شاء الله تدريجيا من يوم الجمعه وبدايه الاسبوع المقبل باذن الله. يعني هو خبر حزين بالنسبه لي بس بس تمام، يعني اسبوع ويعدي ما فيش مشكله. اشكرك جدا دكتور منار غانم. طب والله العظيم يعني خليني اسالكم على حاجه، في فصل الصيف اللي هو 6 شهور مش 3، هل بيبقى فيه يوم كده الشتاء بيجي؟ بنفضل صيف ليه بقى في الشتاء لازم الصيف يجي؟ مع حاجه مش عادل والله. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم مره تانية، ومن التعليقات اللي جت سريعا كده في الفاصل بحب اقرا التعليقات اللي تبقى مبعوت على تويتر تحديدا. حد كان بيقول لي يا استاذه نهاوند المفروض تقولي صباح النصر الخبر اخر، وانا فاهمه انت قصدك على ايه، ومش هقول غير القانون بيعلو كل شيء، القانون يعلو كل شيء، فاكيد صباح النصر على النقطه اللي انت بتتكلم فيها. طيب خلينا نروح بقى لفريق النصر اللي حقق فوز يعني كان ثمين جدا على نادي دمك بثلاثية نظيفة، كان ضمن منافسات الجوله ال 18. بنتكلم طبعا عن الدوري السعودي للمحترفين. وفكره هنا رونالدو والهاتريك اللي هو حققه في الشوط الاول من الماتش، مش اول مره يعني، وده بعد يمكن اسابيع قليله جدا من تسجيل 4 اهداف اللي هي سوبر هاتريك في شباك نادي الوحده. اهداف رونالدو في الماتش امبارح بدات في الدقيقه تقريبا 18 19 حاجه زي كده، كانت من ضربة جزاء، بعد كده أضاف الهدف الثاني في الدقيقة برضو تقريبا 25 حاجة زي كده، وبعد كده الهدف الثالث كان قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني بقى برضو أضاف رونالدو الهدف الرابع يعني، وكان لكن تم وقتها إلغائه يعني بداعي كان وجود تسلل على المهاجم البرازيلي على رونالدو. طيب بكده بلغة الأرقام استعاد النصر صدارة ثاني جدول ترتيب الدوري السعودي ب 43 نقطة بفارق يعني نقطتين عن الاتحاد وثلاث نقاط عن شباب اللي هو صاحب المركز الثالث، وتوقف أو توقف رصيد دمك عند هنا 22 نقطة في المركز السابع. طيب حد يجي يقول لك
هل ده انجاز؟ يعني هل ده انجاز على، انا بتكلم على الصعيد الخاص برونالدو، هل ده انجاز الى حد كبير؟ بتكلم عن هاتريك، سوبر هاتريك في اقل من اسبوعين تقريبا. البعض يرى ان طبعا ده انجاز كبير جدا، وبرده سلسله من الانتصارات والارقام اللي بتضاف في سجل كريستيانو رونالدو، خاصه قبل ما يعتزل بفتره قليله، لان اكيد متوقع انه خلال الفتره اللي جايه ربما يعني يبقى في قرار اعتزال، ما كانش عن سنه او اتنين الله اعلم، بس يعني هيكون في اكيد اعتزال في الفتره القريبه القادمه. فهل هي دي الافضل، او هل ده الافضل لرونالدو في فكره الاعتزال؟ البعض بيشوف على الصعيد الثاني يقول لك برضو ده الدوري السعودي مع كامل الاحترام، بقول لحضراتكم الاراء المطروحه، يقول لك ده الدوري السعودي مع كامل الاحترام لكن هو لا يقارن بالدوريات الاوروبيه، فاكيد في فارق كبير جدا، فاي انتصار او اي هاتريك او اي سوبر هاتريك او اي اجوال او اي اهداف بتضاف يعني في سجل تاريخ كريستيانو رونالدو ليست بالفارق الكبير قوي. فده رايي وده راي مطروح، بس على كل حال انا اتوقع، او لو انت هتيجي تقيم لحد دلوقتي، وجود كريستيانو اكيد فارق بشكل كبير جدا مع فريق النصر ومع الدوري السعودي. طبعا فريق الهلال والنصر بيبقى فيه تنافسيه شديده جدا في الدوري السعودي، لكن احنا شايفين دلوقتي في تالق للنصر، وشايفين في يعني فرق كبير مع كريستيانو او مع وجود كريستيانو رونالدو. هي كانت تبقى مشكله او هتبقى مصيبه ان صح الكلمه، يعني ان صحت الكلمه، لو كريستيانو كان راح الدوري السعودي ما حققش حاجه، ولو ان اكيد السيناريو ده برده نستبعده بشكل كبير. طيب خلينا نكمل في الدوري الانجليزي. عزز برضو فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي، كان بفوزه على ليستر سيتي 1-0، وكان ماتش برضو رائع جدا امبارح في الجولة 25 من المسابقة. وشهدت أيضا عندنا بنتكلم برضو ماتش مهم، كان فوز أستون فيلا على إيفرتون 2-0، وليدز يونايتد على ساوثهامبتون 1-0، ويست هام على توتنهام فورست 4-0. ماتشات كانت ولا أروع بجد. ولو هنتكلم بقى كترتيب برضو، عندك هنا رفع أرسنال رصيده ل 57 نقطة في صدارة الترتيب، وبعد كده توقف رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة، ده في المركز ال 14. خليني أقول لحضراتكم الترتيب الأخير سريعا جدا. عندك هنا بقى في الدوري الإنجليزي بنتكلم أرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، الثلاثة دول ثابتين إلى حد كبير بقى لهم أكتر من أسبوعين. عندك بعد كده نيوكاسل في الخامس، ليفربول في السابع. لا يعني انا اتمنى الوضع يختلف برضو مع ليفربول شويه، لان انت بتشوف ماتشات بيتالق فيها بشكل كبير، وماتشات يعني بيبقى زي ما تقال محلك سر، او بالعكس الاداء بيتراجع بشكل اكبر عن الاول. ف على كل حال امبارح كمان لو هنروح لريال مدريد تحديدا واتلتيكو مدريد، كانوا تعادلوا 1-1 ضمن مباريات هنا الجوله ال 23 من منافسات الدوري الاسباني. والدوري الاسباني برضو يعني زي ما بتقال لا شغال بتنافسيه كبيره، وشغال لعب قوي جدا. يعني في مواسم بتلاقي الدوري الاسباني مش الافضل، دايما الدوري الانجليزي اللي بيبقى فيه التركيز اكبر، يبقى فيه تنافسيه اكبر، يبقى فيه عدم التوقعات كمان بشكل اكبر، لكن الدوري الاسباني كمان هذا الموسم لا في شغل كبير جدا. انا برضو بتهيألي معايا الترتيب بتاع الدوري الاسباني، خليني اقول لحضراتكم ده لغايه هذه اللحظه اللي بنتكلم فيه. عندك برشلونه، ريال مدريد، وعندك اتلتيكو مدريد في الرابع، والباقي بقى ما يهمناش قوي. طيب اخر حاجه في الفقره الاولى هنروح فيها لتمارين جديده مع كابتن حسام الفيل مدرب جيم رجال في النادي الاهلي بالشيخ زايد. هنتابع التمارين بعد كده فاصل، وبعد كده نرجع علشان نستكمل مع حضراتكم فقراتنا واولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. صباح الرياضة والنشاط والحيوية، اسلوب الحياة واستخدام التكنولوجيا، وكمان اللي احنا قعدتنا على المكاتب لفترة طويلة والسواقة لفترة طويلة، واهمالنا التمرين العضلات الخلفية، واستخدامنا اكتر الجزء الامامي من الجسم زي عضلات التشيست، كل ده بيسبب لنا مشاكل في القوام، مشاكل في الجسم زي اللي بنشوفها في معظم الناس او بعض الرياضيين زي اللي هي الراوند شولدر، اللي هو بيكون انحناء في الكتف والظهر. فازاي نقدر نعالج المشكلة دي؟ نفس اللي احنا هنعمله النهاردة مع بعض في التمارين دي، هتساعدك اللي انت تقدر تتخلص من المشكله دي عندك. اول حاجه محتاجين ان احنا نعمل استرتش الاول لعضلات التشست للجزء الامامي. لو عندنا اي مكان نقدر نسند بيه ايدينا كده، احط ايديا هنا وابدا الف بجسمي، هلاقي في شد هنا في عضلات التشست، احاول اثبت لمده 20 ثانيه، مره على الجنب اليمين مره على الجنب الشمال. ممكن برضو لو مفيش اي حاجه متاحه بالنسبه لنا هشبك ايديا ورا ظهري واسحب ايديا لورا واثبت برضو لمده 20 ثانيه. هنبدا بقى دلوقتي في تقويه العضلات اللي هي الضعيفه، اللي هي المسؤوله عن فرد الجسم الظهر لورا او الكتف كمان، زي عضلات الكتف الخلفي وعضلات الابر باك، باستخدام
الريزيستنس باند. هنبدا بتقويه الجزء ده. اول حاجه هنعملها هنزل بظهري، مفروض اتني ركبتي سنه بسيطه، واحاول اطلع اسحب ايدي لفوق. 1 2 3 4 نحاول نجيب 15 عدد. اتاكد ان انت ظهرك مفروض. 5 6 7 8 9 10 11 12. لو متاح عندك مثلا دمبل في البيت عايز تشتغل بيه تزود الريزيستنس اكتر بتاعتها مفيش مشكله. عندنا تاني حاجه هعمل تمرين اللي هو البول اب بارت، وانا ماسك البند هنا هبدا اعمل اكسترنال روتيشن لعضلات الكتف بتاعتي وارجع تاني. هنعمل 15 عده. 1 2 3 فور. اهم حاجه مش عايز ظهرك يكون فيه اكستنشن لورا، ما تخليش الظهر بتاعي مفروض لورا، مايل لورا اكتر. خلي الجسم مفروض شادد عضلات الكور بتاعتك، ايديك قدامك. 6 7 8 9 10 ونكمل 15 عده. هنعملها من مجموعه لثلاث مجموعات، نفس التكرار اللي احنا عملناه. بعد كده هعمل هاي، هعمل المستوى الاعلى فوق برضه، والف برضه اعمل اكسترنال روتيشن زي ما قلنا، برضه نركز على ظهرنا يكون مفرود وشادين عضلات البطن. 7 8 9 10 ونكمل لغايه 15 عده. هعمل كمان تمرين بس بالمستوى اقل تحت، اللو باند برضه، ايديا مفروده وظهري مشدود. حاول اعمل روتيشن للخارج. 4 5 6 7 8 9 10. برضو عندي هنا اخر تمرين هنشتغله برضو بالدمبل. 4 5 7 8 9 10. نحاول نكرر التمرينات دي من مرتين لثلاث مرات خلال الاسبوع بتاعنا بنفس الحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها، سواء عندك ريزيستنس باند او عندك دامبلز تشتغل بيه مع الاسترتش اللي احنا عملناه في بدايه التمارين عندك. كل ده هيوصلك اللي انت تقدر تخلي ظهرك مفرود. واهم حاجه نصيحه عايز اقدمها لكم في نهايه الحلقه، انت لازم تمرن العضلات الاماميه زي ما بتمرن العضلات الخلفيه عشان ما يحصلش ماسل امبالانس في العضلات عندك. اتمنى التمارين تكونوا استفدتوا منها، ونشوفكم في حلقه ثانيه جديده. برحب بحضراتكم مره كمان، وزي ما انا اتكلمت في بدايه الحلقه عندنا كلام كتير جدا اكيد عن الاهلي واكيد عن الكره العالميه، واسمحوا لي عن الكره المصريه واكيد منتخب الشباب، ملفات مختلفه هنفتحها مع ضيفنا العزيز جدا كريم فضل الناقد الرياضي. كريم منجور عليك، صباح الهنا. صباح الفل على عليكي وعلى كل الاهلاويه وعلى كل الساده اللي بيتابعوك. انت حالك زي حالي النهارده، احنا جايين يعني الواحد هيقول ايه خلاص اللي حصل حصل نبص للي بعد كده، بس احنا عندنا حزن. على كل حال قبل ما نبدا كلامنا اللي هنفتح وهنتكلم بمنتهى الشفافيه، لازم نتكلم بمنتهى الشفافيه طبعا في الفقره دي، هنروح بس سريعا لدلوقتي زميلتنا العزيزه سالا حامد ونتابع اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي زي ما احنا متعودين من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور عليكي، صباح الفل والهنا، وانقلي لنا اخر الاخبار الخاصه طبعا بالنادي الاهلي بالرياضات كمان المختلفه، ولو تدينا نبذه كمان عن وضع النادي دلوقتي وتوافد الاعضاء. اتفضلي يا سالا. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا نهاوند، واكيد برحب بضيفك الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا نهاوند، يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني سريعا قبل ما اتكلم عن جميع الفرق النادي الاهلي الرياضيه اقول لك يعني يا نهاوند الاجواء هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يمكن طبعا يعني الجو ويعني درجه الحراره النهارده تعتبر جيده يعني عن الايام الماضيه، وده يمكن ده سبب انه بتتواجد يعني عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكمان يعني مع مرور الوقت بيزيد وبيزداد يعني اعداد اعضاء النادي الاهلي بالاخص كبار السن اللي دايما بيحبوا او متعودين
ان هم يجوا ويستمتعوا بالاجواء في الفتره الصباحيه داخل مقر النادي، وكمان عشان يمارسوا بعض الرياضه سواء في ملعب مختار تيتش طبعا قبل تمرين الفريق الاول لكره القدم، او بعض التدريبات في صالات الجيم، او طبعا اللي بيجي عشان يعني يعمل علاج طبيعي او يمارس يعني اي رياضه يحافظ طبعا على لياقته البدنيه، فده بيكون اكتر بالنسبه لكبار السن. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، وطبعا قبل ما ابتدي بالالعاب الاخرى خليني اتكلم شويه عن الفريق الاول لكره القدم، ويمكن بعد يعني مباراه امبارح نهاوند امام ميلدي سان داونز واللي انتهت بالتعادل للفرقتين بنتيجه 2-2 بدون راحه، مستر مارسيل كولر يعني قرر انه الفريق يواصل النهارده التدريبات بشكل طبيعي. التدريب النهارده ان شاء الله هيكون الساعه 12 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراة القادمة إن شاء الله، واللي هتكون أمام نادي الداخلية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهتكون يوم الثلاث المقبل الساعة 7 على استاد الأهلي والسلام. فالنهاردة إن شاء الله الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي، وبكرة كمان، وبعد كده بكرة هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الداخلية يوم الثلاث. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح سريعا للألعاب الأخرى، وخليني أبارك لكل جماهير النادي الأهلي بعد يعني فوز فريق الماسترز أو فريق الكرة الطايرة امبارح في آخر جولة وآخر مباراة في دور المجموعات امام فريق الوكره القطري، واللي انتهت بفوز يعني الماسترز بثلاث اشواط مقابل شوط كده. يعني فريق الماسترز نهاوند طبعا يعني ضمن التاهل لمرحله دور الثمانيه، والنهارده ان شاء الله يعني هيتم تحديد مين الفريق اللي هيلعبه في مرحله دور الثمانيه من بطوله العربيه. كمان خليني اقول لكم ان الاداره او اداره يعني الاتحاد المصري للكره الطايره يعني اعلن امبارح عن انه في خلال الشهر مارس القادم ان شاء الله نادي الاهلي عنده مباراتين يعني في غايه الاهميه، سواء في بطوله الدوري او بطوله كاس مصر. في بطولة الدوري النادي الأهلي هيواجه نادي الطيران يوم 10 ويوم 11 من شهر مارس القادم، وده هيكون في النصف النهائي من بطولة الدوري العام للكرة الطايرة. كمان يوم 17 مارس هيكون مباراته مع نادي الترسانة، وده هيكون في دور الثمانية من بطولة كأس مصر. كمان سيدات أو فتيات اللي ذهب لكرة الطايرة امبارح كان عندهم مباراة مهمة مع نادي الزهور وفازوا فيها بثلاث أشواط مقابل لا شيء، والنهارده هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكرة هيرجعوا للتمرين الساعة 5 على ملعب أو صالة الشهداء داخل مقر النادي استعدادا للمباراة القادمة إن شاء الله، واللي هتكون أمام نادي وادي دجله في بطوله الدوري او المرحله اللي قبل النهائي من بطوله الدوري العام للكره الطايره. كمان لحد دلوقتي يعني الفريق كره السله طبعا تحت قياده مستر اجاستي ايبوش بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، ولكن يعني حاليا هم في توقف دولي بسبب طبعا مشاركه منتخبنا في تصفيات كاس العالم لكره السله. ويعني طبعا خليني اقول لكم وبارك طبعا لكل جماهير المصريه بعد تاهل منتخبنا لبطوله كاس العالم بعد فوز على تونس بنتيجه 71-67، وطبعا تالق يعني كمان لاعبتنا لاعيبه النادي الاهلي مع منتخبنا نهاوند زي ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، وكمان سيف سمير. يعني الكل الصراحه يعني ادى اداء جيد مع منتخبنا الوطني بالاخص ايهاب امين، واللي لحد دلوقتي يعتبر يعني اعلى اللعيبه تسجيلا للنقاط في جميع المباريات في التصفيات برصيد 151 نقطه. يمكن تفصله بس نقطة وحيدة إيهاب أمين يعني عن النجم منتخب جنوب السودان نوني أموت. يمكن طبعا الفريق أو المنتخب يعني جنوب السودان النهاردة إن شاء الله كمان هيكون معنا، أو دي هتكون آخر يعني مباراة بالنسبة لمنتخبنا مع جنوب السودان في تصفيات كأس العالم، واللي هتكون النهاردة إن شاء الله الساعة 7، ولكن هي تعتبر يعني مباراة يعني طبعا مهمة بالنسبة لمنتخبنا، ولكن النتيجة مش هتأثر على تأهل منتخبنا لبطولة كأس العالم لكرة السلة. كمان سيدات النهارده كره السله عندهم مباراه، او عفوا عندهم النهارده تمرين على صاله الشهداء، عشان بكره ان شاء الله عندهم مباراه في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر، وهتكون امام نادي مصر التامين، ودي اول مباراه بعد التوقف الدولي ايضا بالنسبه لمنتخبنا اللي كان مشارك يعني في تصفيات بطوله افريقيا او بطوله الافرو باسكت. كمان النهارده ان شاء الله نهاوند هيكون في مباراه 2003 في كره القدم في قطاع الناشئين، وهتتلعب يعني المباراه دي على ملاعب مدينه نصر، وهتكون ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. وكمان امبارح يعني مواليد 2006 في كره اليد فازوا على نادي الزمالك بنتيجه 37-31. دي كانت نهاوند، كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا نهاوند، اتفضلي. انا هشكرك يا سالة على التغطيه الاكثر من رائعة عادة، يعني اشكرك جدا جدا. كريم، نخش بقى في الموضوع، وانا هبدا بسؤال عام، مش هقول لك بقى ماتش سان داونز شفته ازاي والدوري ازاي، انا هقول لك شفت امس ازاي.
أنا كان وصفي لإمبارح كان يوم حزين على الكرة المصرية بكل المقاييس، وليس فقط حديثي عن النادي الأهلي أو منتخب الشباب، أيضا عن الزمالك، أيضا عن الكرة بشكل عام وعلى المستوى اللي لا يليق بجماهير يعني المنتخب المصري والأندية المصرية، جماهير مصر. هو إيه المستوى اللي احنا فيه ده؟ سببه إيه؟ خصوصا أن أنت أو خاصة أنت بتتكلم أن اتحاد الكرة كان الفترة اللي فاتت بيحاول يجد حلول سواء على المستوى التحكيمي أو قطاع الناشئين وهكذا، وحاول أن هو يطور، وده كان الحديث الدائر. فليه ده غير مرئي على الأرض؟ خليني أأكد على كلامك وأقول أنه هو فعلا كان يوم حزين على الكرة المصرية بسبب من النتائج اللي حصلت سواء لمنتخب الشباب أو للقطبين الكبيرين في الكرة زي ما بيطلق عليهم، الأهلي والزمالك. ولكن هاخد برضو من كلامك جزء مهم جدا. احنا بنقول كلام بقالنا كتير قوي، فين التنفيذ على ارض الواقع؟ يعني انت اخر مره كنت في كاس عالم للشباب او للناشئين امتى؟ من فتره طويله جدا طبعا. الانديه اذا استثنينا النادي الاهلي، مين بينافس ومين بيقدر انه بيوصل للمحطات الاخيره في البطولات القاريه؟ مفيش. فاذا في مشكله كبيره، المشكله الكبيره دي لازم لها حلول، لازم من النهارده من بعد خروج منتخب الشباب وقبله منتخب الناشئين، لازم اشوف بكره انا عاوز ايه. الكره في مصر اصبحت استثمار وبزنس. الولد اللي ما بيقدرش يدفع ما بيلعبش. طب لو موهوب ومعهوش مش هيكون له مكان. فطبيعي. طب بتتكلم على مستوى كل قطاعات الناشئين ولا بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم على الكره المصريه اصلا. الكره المصريه لو حضرتك سألتي في أي نادي بداية من الدرجة الرابعة لحد أندية الدوري الممتاز هتلاقي كلامي ده وأحاسب عليه. ويمكن كلامك كان مشابه لكابتن إسلام شكري، كان معانا على التليفون من شوية. كابتن إسلام كابتن إسلام بالفعل اتكلم في الموضوع ده، وكابتن إسلام شغال بره مصر وشغال بشكل كويس جدا، وبرضه أنا مندهش إن في كوادر زي كابتن إسلام وغيرهم لا يتم الاستفادة بالظبط. في المقابل في مدربين بيتم تعيينهم بالمجامله، وفي مدربين بيتم تعيينهم بدون دراسه وبدون علم، مجرد ان هو اسم او مقرب من سين او صاد في الاتحاد بيتم تعيينه. طب انا عندي سؤال يا كريم ليك، لان النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي على فكره عارف ما بقتش حاجه مستخبيه الواحد بيقولها باستحياء، دي بقت معروفه للكل. خلاص. يعني خلاص اللي هو الموضوع بجد على المكشوف. فلما يبقى الموضوع على المكشوف وبهذا الشكل الفج، وعلى الصعيد الثاني انا مش لاقي اي حاجه بتحصل ولا محاسبه، طب كده بقى الخلل فين بقى؟ يعني الخلل عند مين بالظبط؟ عند اللي بيطبق القانون ولا اللي بيحط القانون ولا اللي المفروض ان هو ينفذ القانون؟ يعني الخلل عند هو ولا عندنا احنا ولا لا ايه؟ هو اكيد مش عندنا احنا، اكيد عند اللي بيحط القوانين وبيطبقها. يعني اللي بيحاسب لما توصل ليك مشكله ان في ازمه كبيره تسببت في كوارث اداريه. ومفيش حد بيتحاسب. مين يعني مين هينتظر نجاح من حاجه زي دي؟ مفيش. مشكله يعني واضحه جدا، هي الموضوع اداريا وفنيا في مشاكل. يعني انت لو عندك مشاكل فنيه هتقدر يعني هتقدر تتجاوزها بتدريبات بثقافه بتثقيف بدراسه، ولكن انت عندك مشكله اداريه ومشكله فنيه. انا بتكلم على المنتخبات. طب احنا الخساره اللي حصلت لمنتخب الشباب، انا لما اجي احط عنوان للخساره هقول كوادر غير مؤهله ولا هقول مجلس اداره غير جيد؟ لا، هحط عنوان فضيحه. 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 اما تكون البطوله على ارضي وسط جمهوري اللي هو اصلا ما راحش، واخسر الثلاث مباريات ولا يعني انا ما سجلتش ولا هدف، انا ما استطعتش ان انا اسجل هدف. انا تعادلت سلبي وخسرت في اتنين يعني. يعتبر ما كسبتش. وبعدين انا ازاي ما اقدرش اكسب موزمبيق على الاقل؟ يعني انا لو تعادل سلبي يعني كان انا لو كسبت موزمبيق كان ممكن يبقى عندي امل ان انا اصعد احسن توالد، ودي في حد ذاتها كارثه. يعني انا بعمل معسكرات بقالي قد ايه؟ بقالي فتره طويله جدا. ما هي دي النقطه بقى، لما تيجي تتكلم كده كمنتخب شباب مثلا اقول انا حد عذر لو ما كانش فيه معسكرات كافيه، لو ما كانش فيه تجهيز جيد، لو ما كانش فيه توفير لامكانيات مثلا كافيه للعيبه وغيره، لكن كل ده كان متوافر يعني مفروض. وفي الاخر يطلع النتيجه دي. طب ايه؟ هل يعني اديني عقلك. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه صغيره خالص بخصوص منتخب جامبيا. منتخب جامبيا اللي هو اوريدي صعد لانه حقق انتصارين، عنده اثنين لعيبه بيلعبوا في دوري الدرجه الثانيه في جامبيا. يعني مش هقول ان هم محترفين، في منهم لاعب يعني هارون انجي ده لاعب اساسي في المنتخب وبيلعب اساسي في فرقته
بيلعب درجه ثانيه في دولته اللي هي اصلا لو مشيتي في الشارع كده بره المتخصصين في كره القدم هتقولي له جامبيا هيقول لك مين دي ما يعرفها. ولكن شوفي المنتخب بتاعهم عامل ازاي. شوفي حتى على ذكر التقرير يعني منتخب جنوب السودان اللي هو حديث العهد بالرياضه ومش بكره القدم فقط قدر انه يحقق انتصار وعنده فرصه. في المقابل مصر بتاريخها بحضارتها بعراقتها بلاعبيها بنجومها بمجالس اداره اتحادها ما قدرتش تسجل هدف. فهي طبيعي جدا ان انا اقول فضيحه. فضيحه وحاجه مؤلمه للشباب للجيل ده لان خلاص الجيل ده هيتلغي يعني ما فيش بطولات تانية هيقدر ان هو يشارك فيها. انت عملت اكس على كل المواهب اللي ممكن كانت تبقى موجوده وفرصتها انا ما اعرفش هيبقى في فرص تانية ولا لا بس انت خلاص يعني خلاص الامل يعني في المنتخب ده لا ما هو حتى انا بقول لحضرتك مش بصدر سلبيه ولكن احنا بنقول واقع. لا ده انا بتكلم على المنتخب الاولمبي كمان يعني المنتخب الاولمبي برضه داخل يعني مباراه زامبيا لو قدر يتخطاها احنا مش هنقدر نكمل في بطوله افريقيا اللي في المغرب قياسا على قوه وحجم المنتخبات اللي انت هتلعبها. صحيح صحيح. طيب كريم اسمح لنا هنروح فاصل سريع جدا ونرجع عشان لسه حديثنا مستمر احنا لسه ما فتحناش اي ملفات عندنا ملفات كتيره جدا وعايزه اركز على الاهلي هنتكلم عن سان داونز وفيما هو قادم كمان ولو في برضو بعض التعليقات اللي انت حابب او الكواليس انت حابب انا عارفه دايما انت بيبقى عندك كده يعني اخبار مختلفه هنروح فاصل ونرجع نكمل مع ضيفنا العزيز خليكم معنا. حديثنا مستمر مع الناقد الرياضي كريم فضل وكلمنا في البداية عن يعني الكرة المصرية واليوم الحزين ومنتخب الشباب يعني خلينا نكمل لأن لو وقفنا عند النقطة دي مش هنخلص إن في كلام كتير جدا لازم يتقال وأكيد الحلول مش عندنا يعني أكيد الحلول مش عندنا ومش في الفقرة دي يعني موضوع كبير جدا بس خليني أروح معاك كمان للملف الآخر والأهلي وسان داونز يمكن برضو النتيجة ليست كانت الأفضل أبدا وليست يعني متوقعة إلى حد كبير برضو من الأهلي بتشوف التعثر ده برضو كان سببه إيه؟ هو له أسباب. خلينا بس نتفق إن الأهلي عنده مشكلة دايما بعد البطولات المجمعة الكبرى يعني بيحصل دروب كده في النتائج والأداء بس في أول مباراة بتبقى يعني هي للأسف استمرت معنا مباراتين في دوري الأبطال بالتحديد إذا استثنينا يعني مباراة أسوان في الدوري المحلي. في لاعبين مجهدين بشكل كبير يعني ده كل يومين عندك ماتش بالظبط فالروتيشن يعني لازم يكون افضل من كده بلس ان التشكيل ما كانش احسن حاجه من وجهه نظري ومن وجهه نظر بعض او معظم المحللين يعني كان الكل شاف اداء النادي الاهلي امام اسوان والنتيجه في الشوط الاول بالتحديد والتفوق بثلاثيه كان الكل بيتمنى ان التشكيل يستمر وبالتحديد في الشق الهجومي او الجزء الهجومي الكل اندهش ان ازاي مثلا لاعب زي محمود كهربا متالق ومسجل هدف كويس جدا وساهم في فوز النادي الاهلي يكون بره التشكيل. علي معلول واضح جدا انه مجهد بشكل كبير. طريقه اللعب نفسها كان في انا ليا كان تحفظ ان انا كنت شايف انه لازم كان يستمر في طريقه اللعب 4 3 3 وانه يامن بشكل قوي امام فريق بيلعب كره سهله جدا يعني سان داونز كله شاف التمريرات والخروج بالكره الثالث من المناطق الخلفيه للاماميه فكان اولى بمستر كولر انه يلعب بطريقه لعب مختلفه وده كان السبب الرئيسي ان الاهلي ارهق بشكل كبير لمده 55 دقيقه بيجري ورا الكوره بالتالي عمل مجهود مضاعف لما تاخر في النتيجه علشان يتعادل وعلشان يتقدم مره ثانيه. الاهلي بدا سيء وفنش للاسف سيء بس الشوط الثاني اوله كان كويس انا شايفه برضو الشناوي تالق الى حد كبير الجماهير كان لها دور كبير جدا في الشوط الثاني برضو فكره روح المعنويه انا كنت شايفه ده بصراحه وحتى بعد نهايه المباراه الكل شاف وسمع وهم بيهتفوا وبيطالبوا اللعيبه تروح لهم وبيشجعوهم بالظبط لان الاهلي دايما عودنا على ده الاهلي عود جمهوره انه ما عندوش مستحيل يعني حتى بعد التعادل والخساره في المباراه الاولى وحصد نقطه واحده فقط لكن لسه الفرصه قدامنا كبيره الاهلي عنده فرصه عنده 12 نقطه لو قدر يحققهم بشكل كامل هيتاهل لو قدر يحقق 10 نقاط ممكن يتاهل برضو بنسبه كبيره بس هنخش في حسابات وانتظار للنتائج الفرق الاخرى زي الهلال.
انا بتفق معاك. بص عندنا الهلال وسان داونز والقطن الكاميروني ذهابا وايابا يعني بالزبط. فلسه المشوار طويل. طب انا هتكلم معاك شويه عن كولر. امبارح البعض شاف ان كولر لا يعني دار المباراه بشكل جيد، البعض الاخر قال لك كان في بعض التغييرات اللي كان عليها علامات استفهام ربما هي السبب في التاخر اللي حصل. بتشوف الراي ده ولا الراي ده صح؟ لا الراي الثاني. هي الحقيقه انه فعلا كان في بعض اللاعبين، هو اي مدير فني بيحط التشكيل بتاعه بينتظر افضل اداء من لاعبيه. في بعض اللاعبين كان ما كانوش في حالتهم الطبيعيه او في مستواهم، بالتالي حصل دروب. الدروب ده اثر علينا بشكل سلبي واستقبلنا هدف من جمله اعتقد انها يعني بتتكرر بشكل كبير. الاهلي عنده نقطه سلبيه لازم ينتبه اليها، انه تم تسجيل 11 هدف في مرماه خلال 4 مباريات، وده رقم كبير جدا. كلنا شفنا الشناوي بيستعيد يعني رغم التعادل ودخول مرمى هدفين، لكن الشناوي بالفعل كان سبب رئيسي ان الاهلي ما خسرش امبارح وقدم مباراه صح. قويه جدا. مروان عطيه يعني ما حسسش حد انه لسه وافد جديد، لا بالعكس ده كانه بقاله 4 أو 5 مواسم مع النادي الاهلي وقدم مباراه قويه جدا جدا صحيح. جدا. حسين الشحات مستمر في الاداء التصاعدي له. النقاط دي تقدر ترتكن عليها لو اللاعبين الاخرين استعادوا مستواهم، بالتالي تقدر تكسب اي حد سواء في ملعبه او خارج ملعبه. الاهلي الـ4 مواسم الاخيره حصل له مشاكل في بدايات دوري المجموعات، وفي النهايه قدر ان هو يصعد ويحقق البطوله مرتين ويوصل فاينل النسخه اللي فاتت، وكلنا شفنا اللي فيها. فانا لسه شايف ان الاهلي عنده امل كبير جدا انه يتاهل. طبعا لا لا اكيد. وبرده في حاجه بتبقى يعني مش هقول ضربة حظ سيء أو حلو، بس هي بتبقى برضو في حاجات قدر قدري. يعني أنا عايز أقول لك برضو ودي معروفة مثلا عن محمد هاني تحديدا، تيجي تتكلم أو تشوف بعض التدريبات، ودي بشهادة ناس كتيرة جدا وزملاء لينا، يقول لك إحنا بنتفرج على التدريبات المختلفة للنادي الأهلي، محمد هاني ما بيضيعش ضربة جزاء ما بيضيعش، بس حصل إن هو ضيع ضربة جزاء. فيعني بتحصل حاجات زي كده بتبقى يعني قدريه، خلينا نقولها بهذا الشكل. ما انا ما اقدرش احمل محمد هاني طبعًا. نتيجه التعادل طبعًا. بسبب ركله الجزاء هي بالتاكيد كانت هتاثر في النتيجه، خصوصا ان طبعا احنا إن كنا في حاجه مثليها، وبالتحديد ان الاهلي سجل بعد اهدار الركله ب8 دقائق فقط. يعني كان يعني ده يؤكد ان الاهلي برضو كان مركز، يؤكد ان الاهلي الشوط الثاني كان مختلف تماما عن الشوط الاولاني، والكل اكد ده. يعني احنا كنا نتمنى ان الاهلي يلعب المباراه كامله زي ما لعبها الشوط الثاني بالظبط. طيب بص يعني هنتنقل كده بين الدوريات المختلفة، أنا عايزة أروح سريعا للدوري السعودي، والموضوع ده عامل شوية اختلاف في الآراء، وأنا اتكلمت على الموضوع ده في الانترو بتاعي لما كنت بتكلم عن النصر والهلال وتصدر النصر حاليا والهاتريك والسوبر هاتريك لكريستيانو رونالدو، لأن بعض يقول لك على فكره كل ده عادي ولا يفرق في تاريخ كريستيانو رونالدو، انت برضو بتتكلم في دوري مختلف تماما، تنافسيه الفنيات مختلفه تماما، فيعني ده كان متوقع حتى من لاعب اقل فنيا من كريستيانو رونالدو. البعض الثاني يقول لك لا مفيش حاجه اسمها كده، برضو الدوري السعودي من الدوريات او الكره السعوديه دلوقتي بقى اصبح عندهم يعني باع كبير جدا، وبقوا يعني من الافضل كمان عربيا في الفتره الاخيره، في شغل في تطوير كبير حصل، فلا ده وين وين سيتويشن، او هنا الجانب السعودي والجانب برضو بتاع كريستيانو الاثنين مستفيدين من ده بالزبط. فبتشوف ده ولا ده؟ لا طبعا انا متفق معاكي جدا، الدوري السعودي مش من اقوى، لا هو بالفعل اقوى دوري عربي على الساحه حاليا بقوه الانديه وحجم اللاعبين اللي فيها والجماهيريه الشديده للانديه المتنافسه، يعني سواء الهلال او النصر او حتى الشباب واتحاد جده، وفي انتظار صعود وتاهل نادي اهلي جده مره اخرى. كريستيانو بيقدم الطبيعي والعادي بتاعه، يعني كريستيانو في الدوري الانجليزي في الدوري الاسباني في الدوري الايطالي هو نجم، هو ستار او ميجا ستار، فبالتالي هيروح اي دوري في العالم هياخد نفس الزخم والهاله بتاعته. ما كانش متوقع قوي ان هو هيقدم الاداء ده وهاتريك سوبر هاتريك مع مثلا دوري اوروبي، يعني ما اعتقدش ان هو كان بنفس المستوى، خصوصا ان هو مع مانشستر يونايتد الفتره الاخيره ما كانش بيأدي ابدا. بس عشان وجود خلافات مش عشان يعني هل العلاقه مع تان هيج وغيره الضغوطات دي هي اللي اثرت على طبعًا طبعًا الاداء بتاع كريستيانو؟ طبعا يعني كريستيانو رونالدو بحجم النجوميه الشديده بتاعته يعني هو كان افضل من بعض اللاعبين اللي كانت بتلعب في مانشستر يونايتد وكانت بتلعب على حسابه وبيقعد لها احتياطي. في المقابل هو كان فعلا كان في مشاكل اثرت عليه بشكل سلبي كبير جدا، ولكن كريستيانو يبقى كريستيانو بالحاله اللي ممكن يعملها في اي مكان في العالم.
طب لو روح دوري الابطال وليفربول وريال مدريد بتشوف ازاي برضو سريعا تعليقك على المباراه؟ لا هو مستوى ليفربول يعني ما يبشرش سيء جدا مش مفهوم يعني الفريق على المستوى المحلي اخر 8 مباريات جايب 8 نقاط فقط يعني 2 فوز و2 تعادل وبيخسر من برايتون وبيخسر من برينفورد نتائج سلبيه جدا جدا يعني هو شد حلو ماتشين وبعد كده رجع تاني بالظبط امام نيوكاسل وايفرتون ولكن يعني امام ريال الوضع مختلف يعني ده ريال مدريد يورجن كلوب اخطا بعد التقدم بهدفين انه ما قدرش يامن بشكل كويس وكمان توقيت الهدف الاول لفينيسيوس جونيور كان مثالي بصراحه يعني في الدقيقه 21 بيرجع الريال للمباراه بشكل كبير ولكن لا ليفر كمستوى داون يعني نزل جدا 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 يعني. كريم انا عندي خبر مش احلى حاجه للاسف الشديد النهارده الفقرات قللوها لان عندنا توقيع النادي الاهلي طبعا هيوقع عقد شراكه مع شركه شيل الساعه 12 تحديدا فكل الفقرات اتشال منها 10 دقائق للاسف الشديد فقرتك والفقره اللي جايه انا بعتذر لك بصفه شخصيه لكن هتكون معانا ان شاء الله الاسبوع الجاي لو ظروفك تسمح ننسقها مع الاعداء بالعكس انا مبسوط جدا ان انا كنت ضيفك وضيف قناه النادي الاهلي ووجودي لمجرد دقيقه ده شرف ليا يعني. ربنا يخليك يا كريم نورتنا بجد واستفدنا اكيد هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع علشان نكمل مع حضراتكم فقرتنا الاخيره خليكم معانا برحب بحضراتكم في الفقره الاخيره وزي ما نوهت هتكون معانا دكتور دينا أبو سعود وملف طبي مختلف والنهارده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه تحديدا او هنركز عليه هو فكره اهميه الميه وشرب الميه وكم كوبايه في اليوم والكلام ده كله غير كده بقى عايزين نعرف بالظبط هو مفروض عشان اخس اشرب ميه قبل الاكل ولا وسط الاكل ولا بعد الاكل وكميات قد ايه كل ده هنعرفه من دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز بونجور قوي بونجور جدا بصي خش بقى على طول في الموضوع يلا بينا لان في للاسف المعلومات عندنا برضو بتبقى شويه مغلوطه ثقافه بتبقى عارفه كده لو نقعد نقولها لبعض وتبقى مش فيها حاجات يعني غلط نسمع ان الميه مهمه جدا ولازم تشرب مش عارفه 2 لتر في اليوم ناس تقول لك 3 لتر حاجات زي كده ولكن في معلومات ناقصه يعني مثلا اشرب قبل الاكل ولا وسط الاكل ولا بعد الاكل ولا على مدار اليوم يعني خلينا نعرف بدايه الموضوع ده ازاي حل الميه يا نهاوند مهمه جدا جدا الميه ايه اهميتها في انقاص الوزن اولا الميه بتحسسك بالامتلاء فعشان كده طبعا يبقى نشرب كوبايتين ميه قبل الاكل بدل ما نملى معدتنا باكل الميه بتاخد حيز كبير بالظبط الميه بتساعد على حرق الدهون الميه بتزيل كل سموم الجسم عشان كده لو حد ما بيشربش ميه ما بيعرقش قوي ما بيعملش يورين ما بيخشش يعمل البول فالميه هي الديتوكسيفيكيشن بتاعت الجسم والميه اساس كل حاجه حيه طبعا الميه بتظبط الدوره الدمويه بتظبط كل حاجه بتظبط الهرمونات بتظبط كل حاجه هنشرب ميه قد ايه زي ما قلتي على فكره بقيتي دكتوره خلاص انا حاسه كده والله خلصت من 2 ل 2.5 لتر في اليوم خلي بالك الميه زياده عن اللزوم قلق في حاجه اسمها تسمم ميه صح بالظبط الميه زياده عن اللزوم اكتر من 5 لتر في اليوم لا ده مين اللي هيشرب 5 ده قاعد بقى ما بيعملش حاجه في حياته غير بيشرب ميه بقى الناس ممكن تقول لك ميه 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 فتلاقيها بتشرب بال 5 لتر ده بقى هي ايه 4 ازايز الكبيره لا ده الازازه الكبيره لتر ونص فشوفي بقى دي ده تسمم يعني ده هيقلل لي الصوديوم في الدم الصوديوم في الدم لو قل القلب ما يشتغلش يعني بتبقى من 2 ل 3 لتر او 2 ل 2.5 لتر حل. في اليوم الميه لازم نشرب ميه للاسف بننسى في الشتاء دي حقيقه للاسف وما بنحسش بالعطش فلازم تبقى الازازه جنبنا وللاسف كبار السن ما بيحسوش صيف شتاء خلي بالك يعني كبار السن على طول بقول الـ الاهل الولاد لازم ياخدوا بالهم قوي من كبار السن لان السنترز بتاعت المخ بتاعت الشبع والعطش مش قوي زي ما كانوا شباب وصغيرين شغاله زي الاول يعني فلازم طول الوقت لو ابويا جنبي ماما جنبي تيتا وات ايفر خدي اشربي ميه خدي اشرب ميه الاكل يتفتت خالص وتدي لهم الاكل ده مهم جدا الميه اساس كل حاجه حياتنا ده احنا اوقات بنعطش ونكسل نقوم نجيب ميه والله ده كتير وخلي بالك ساعات كمان في حاجه يا نهاوند ان الجسم بيبقى محتاج اكل وبيترجمها بعطش اوكي فلما ممكن الناس تحس انها جعانه جربوا اشربوا ميه هتلاقوا نفسكم شبعان صح طب اشرب ميه قبل الاكل بقد ايه ولا وسط الاكل لا قبل الاكل قبل الاكل ما فيش ب 10 دقائق
او مع بيستا قبل الاكل. يعني يا كده طب نخش بقى على بيستا. طيب بصي كمان رمضان داخل وهيبقى يعني مهم جدا ان احنا ندي نصايح من دلوقتي، لان احنا بناكل وجبه الاولى اللي هي الفطار، وناس كتير ودي ثقافه وانا منهم عشان برضو الواحد ما يطلعش يعيش الدور يعني. يعني نخش على الاكل على طول. الشوربه ممكن نشربها في الاخر، تخش على طول معدتك فاضيه فتقوم على طول بقى. لا ما والله مش لطيف، انا عارفه انه مش لطيف بس بيحصل. فلو احنا بقى هنتكلم نحاول نسهل الدنيا شويه على نفسنا، نشرب ميه كتير قبل ما ناكل على طول. بالظبط، نشرب ميه كتير وممكن ناخد بيستا عادي قبل الفطار، يعني اول حاجه تخش معدتنا ممكن بيستا، مفيش مشكله، ونصلي المغرب وناكل على طول. حلو ده، مفيش اي مشكله. والب مالتي فيت بيتاخد بعد الفطار، لو بالنسبه لرمضان بيتاخد بعد الفطار بساعه بس. طيب اشمعنى بيستا؟ يمكن ناس كتير يعني هواند بتتفرج علينا نفسها تخس، ستات رجال، ده حلم الجميع، حلم الجميع. والرفيعه عايزه تخس اكتر. والله. يعني مثلا مره نفسي مره احس اني مش عايزه اخس، يعني توصلي حتى 60 كيلو برضو عايزه اخس. يعني عندنا معانا وفي ناس العكس، يعني الناس العكس دول بيبقى سايكولوجيكالي ديس اوردرز، اللي بيشوفوا نفسهم في المرايه اللي هو ايه، يقعدوا ياكلوا تخان جدا، واسمها بنج، بيقعدوا ياكلوا كتير جدا وذاوت جيلت، مش ما يحسوش بالذنب. مش هتكلم على الناس دي، لان الناس دي محتاجين يعني دعم نفسي مع بالظبط. من اقوى المكملات الغذائيه اللي طرحت في السوق من انتاج شركه باي ناتشرال طبعا، هو كنت اقول لك الب مالتي فيت. طبعا هو داخل الب مالتي فيت، هو كورس بيستا. بيستا انا برشحه جدا، لان اولا ما بيشتغلش على السنترال نيرف سيستم، ملوش اي علاقه لا ضرر بالمخ ولا بالقلب، لا اطلاقا. هي عباره عن الياف طبيعيه من الشوفان، من القمح، من السيليوم. الالياف دي لما بتمتص الميه، احنا بندوبه في ميه كويس جدا، ميه كوبايه حلوه. لما الالياف دي بتمتص الميه بتعملي حيز كبير في المعده، فلما باجي اكل ما بحسش ان انا الجعانه قوي. وخلي بالك احنا في رمضان كل شويه عزايم، طبعا، والعين بتاكل قبل البق. يعني وانس انك بتشوفي ده متقدريش بقى تمسكي نفسك، ما تقدريش تمسكي نفسك، خلينا نبقى واقعيين. فلازم جدا جدا ان احنا نستخدمه قبل الفطار، عشان حتى لما اشوف الترابيزه دي ولا يهمني. يعني عارفه بس احنا لازم هنعمل فقرات مكثفه قبل رمضان، ونركز جدا على الروتين ازاي الناس تمشي في رمضان، لان فعلا الاراده بتبقى صفر. يعني خلينا نبقى صرحة، يعني اللمه نفسها بتجوع، يعني اللمه والقعده والعزومه صعبه قوي ان انت الاراده تبقى صفر، تسيطري على نفسك. الاراده تبقى صفر وداخلين على صيف. ما هو بعد الصيف بقى، بعد رمضان بقى نخس. لا لا مش هنلحق. مش هنلحق من دلوقتي. بصي بقى اسئله السوشيال ميديا، طبعا احنا بننوه في بدايه الحلقه وبيبتدوا يبعتوا اسئله، لان بتبقى اسئله كمان مهمه جدا وبتغطي بوينتس كتيره. نروح لعلي. علي بيقول انا 130 كيلو، كتير قوي، عنده فتاء سري، والدكاتره قالوا له لازم تخس، هل الكورس ده ممكن يضرني ولا هيفيدني؟ لا، هو كورس بيستا مش هيضره اطلاقا، وشركه باي ناتشرال طبعا داخل الشركه فريق تغذيه كامل بيتابع الحاله فروم داي 1، مهم المتابعه كل اسبوع. هياخد من ساشت بيستا 2 ساشت في اليوم، طبعا بيستا زي ما انا قلت الياف، فيتامين سي، كروميوم. وهياخد من الب مالتي فيت، طبعا انا شايفه على الشاشه كمان، اللي عايز يطلب الاوردر يا اما من خلال ارقام صفحه بيستا، او من الارقام اللي بتبقى ظاهره على الشاشه ارقام الشركه يعني. وهياخد من الب مالتي فيت، مهم قوي الدعم بالفيتامينات والمعادن بعد الاكل بقى، بعد الاكل بساعه. الب مالتي فيت رائع، لان الب مالتي فيت دخله فيتامين سي، دخله فيتامين بي، هيبقى مهم ليه جدا، دخله الكالسيوم، دخله الزنك، دخله النحاس، هيبقى قرص واحد بس. عشان يزود معدل الحرق بياخد جرين كوفي. اوكي. وجرين كوفي داخل الكورس عندي، الجرين كوفي بيبقى كمان بيحتوي على الجرين تي، وبيحتوي على عشب الجارسينيا، الثلاث اعشاب دول بيزودوا لي الحرق. والجرين كوفي معروف انها بتقنن الشهيه، يمكن الكورس كويس جدا ان هو بيقدر يقنني الشهيه ويرفع معدل الحرق بطريقه امنه. وبيطلع مع الكورس هديه من شركه ماي ناتشرال، فيتامين د اللي بسميه مايسترو الجسم، فيتامين د. لسه والله جايبه فيتامين د، لان كل الناس عندنا نقص مندي. والناس مش حاسه، يعني اتمنى ان الناس تعمل التحليلات الدوريه دي، مهمه جدا، عشان على طول بقول هيلث از ويلث. هو لما بيقل فيتامين
من دال ده بيأثر على معدل الحرق طبعاً. يعني انت ممكن تكون بتعمل دايت بتاكل قليل وما بتخسش عشان طبعاً. فيتامين دال طبعاً. عندك قليل ونشوف ده كتير جدا 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 وخصوصا البنات تمام. بتلاقيها مليانه بتلاقي المود بتاعها مش حلو عندها مود سوينجز بتلاقي مناعتها قليله بتلاقي شعرها بيقع تيجي تحلل فيتامين دال تلاقيه اقل من 15 هو المفروض الرينج ما يبقاش اقل من 20 عشان نبقى في السيف سايد نبقى 30 طبعا عندي سؤال يعني ده خطر على بالي دلوقتي لو حد عايز ياكل وجبه تقيله قوي خلاص احنا بنتكلم قبل اي وجبه بناخد ساشه واحد كيس واحد وبنحطه في المية لو انا عارفه اني هاكل كتير احط كيسين لا ولا هو لا هو كيس واحد كفايه جدا جدا يعني كيس واحد ملهاش علاقه بكم الاكل اللي لا هو من نفسه هيحس ان هو مش قادر ياكل قوي يعني الحلو في الكورس يعني اخلي بالك يا نهاوند بيبقى فيه اعلانات كتير عن منتجات هنعمل في الشهيه انا احب اقول المصطلح ده اقنن الشهيه اوكي اقنن مش لان دي متعه حلال يعني الشهيه ده متعه حلال يعني حتى دي بالظبط فالمهم ان انا اعرف اتغلب على قله ارادتي فاقننها شويه كويسين عايزه اخس لازم اغير لايف ستايل من غير تغيير لايف ستايل مفيش خسان المكملات الغذائيه هي عوامل مساعده مفيده لتغيير اللايف ستايل حلو قوي يعني وانت في مكانك هتغير اللايف ستايل مش بالزبط. محتاج بقى بالزبط. ان انت تعمل والحلويات والسكريات الحاجات دي كلها تقل لازم انا حتى بحب في رمضان يا سلام ايه ده لا طب تقل خلينا واقعيين لا 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 مش معاكي في الحته دي انسي ماشي لما يجي وقتها بسبوسه وكنافه بلح الشام بلح الشام تحديدا خدي لك واحده انا بعشقها واحده ايه انا باكل اربعه خمسه ده في اليوم بتروح الجيم بتحرق مش هتكلم معاكي انا بتكلم على الناس اللي ما بتحرقش وقاعده وهتاكل بلح الشام وبعديها تاكل ايس كريم وبعديها تشرب شاي عليها معلقتين سكر وقاعدين على الكنبه احنا هنعمل حلقات ديفنتلي قبل رمضان عشان لازم يبقى فيه برضو يعني ثقافه متغيره انا متفق معاكي طبعا هنروح قبل ما نكمل اسئله المشاهدين احنا نروح نشوف حاله كيس يعني لايف دلوقتي ونرجع نكمل احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي؟ أميرة أبو شوشة سني 39 سنة وزني كان 140 كيلو وبقيت 85 كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه وما كانش عندي اي مشكله بطعمه ولا اي مشكله خالص كان بالعكس طعمه هايل جدا بطعم التفاح وهايل يعني كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطه لان بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم كنت مبسوطه جدا ان انا كسبت بطوله الجمهوريه بفضل بيستا وانصح اي حد عنده سمنه على طول من غير ما يفكر هي بيستا صعب قوي الواحد يسيب نفسه لغايه 140 كيلو 130 كيلو فوق ال 100 كيلو اعتقد صعب جدا على طبعا. كل الاطوال حتى حد طويل ما ينفعش برضو طيب انا بس عندي سؤال برضو مهم لان كيسز كتيره جايه بتقول لك انا كنت وزن كذا انا عايزه اخس مع الخساسين اللي هو بتتكلمي مثلا فوق ال 10 كيلو عندك 20 30 هكذا ده بيبقى ليه تاثير سلبي ان في فيتامينز احنا بنخسرها فالتعويض ايه لان برضو دي نقطه مهمه انا مش عايزه اخس ببيستا وبعد كده الاقي نفسي شكلي مش حلوه طبعا. او شعري بيقع حاجات زي كده وده بيعاني منها الاثنين رجاله وستات رجاله وستات شركه بايو ناتشرال يعني اكيد راعت القصه دي جدا عشان احنا عايزين الناس اللي هتتعامل مع الشركه تخس بصحه وتخس ببوزيتيف انرجي وتبص على نفسها في المرايه تلاقي نفسها حلوه وتخس دهون مش عضلات فرق لان يعني العضلات مهمة. هي الصحه طرحت مع الكورس الفا مالتي فيت الفا مالتي فيت رائع مش هقول لك انه ملم بكل الفيتامينات هو هقول لك ملم بمعظم الفيتامينات وليست كلها يعني انا عندي المغنيسيوم مهم عندي حاجات كتير فيتامين د مهم حاجات كتير وفيتامين د بيطلع في الكورس مع لوحده من اهم الفيتامينات اللي داعمه عايزه تبتدي بشعر ولا بشره يعني داعمه للشعر ناخد الاثنين مع بعض بي كومبلكس انا بقيت خبيره طب فيتامين سي ده للشعر لا ده للحرق حرق الدهون للبشره للكولاجين انا خريجه حقوق بس هو الحرق الدهون فعلا هو الدراسات الاخيره اثبتت انه حرق الدهون بس احنا بنتكلم مين دلوقتي للشعر والبشره فمهم قوي اقول ان فيتامين سي داعم للكولاجين وداعم لنسبه الحديد ان انا اعلي ان انا
اعلي امتصاص الحديد بالزبط. فيتامين سي ودعم للمناعه وعندي الزنك. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، والزنك مهم للضوافر، مهم للشعر جدا. عندي البيوتين، البيوتين طبعا انت عارفه مالتي فيتامينز موجوده في الماركت ان هي بالبيوتين شعر مينلي شعر، اوريدي البيوتين موجود في الفا مالتي فيت، واكيد كالسيوم. احنا لازم كل يوم ناخد كالسيوم من الاكل، من الالبان، الجبن، البيض. الكالسيوم مهم جدا جدا صحيح. جدا عشان لما نكبر عظمنا يعني مهم قوي. واوريدي الفا مالتي فيت فيه كالسيوم، فشركه بايو ناتشر عرفت توازن القصه اللي قلتها. مهم جدا فعلا. بصي بقى، بعاني من السمنه بقالي 3 سنين وسببت لي برضو فت، هو واضح ان الموضوع، والدكتور قال لي لازم تخس على الاقل 8 كيلو، ده بيتكلم في الشهر. خس 8 كيلو في الشهر، هل كورس بيستا هيخسسني بالمعدل ده، وهل في اثار جانبيه ولا لا؟ بيستا بيخسس متوسط من 6 كيلو ل 12 كيلو في الشهر، ده على حسب هي الاراده بتاعتها، وعلى حسب مع الكورس هتقدر تعمل شويه رياضه وتغير اللايف ستايل، واحنا قلنا الكورس هو عامل مساعد مفيد جدا لتغيير اللايف ستايل. هتقدر تخس 8 كيلو بانها تمشي على الكورس صح؟ تمشي شويه في اليوم تلت ساعه، وعايزه اقولها بطمنها انه امن ليها جدا، هتاخد 2 ساشت من بيستا، واحد قبل الفطار واحد قبل الغداء بنص ساعه. طب على كوبايتين. ليه مش الغداء والعشاء؟ يعني حسب بقى الوجبه اللي هتبقى على حسب أكبر. على حسب الوجبه الأكبر. ممكن لو هي بتاكل كتير بالليل يبقى هنخليها غدا وعشاء. هو ده بقى قصه الفريق الطبي اللي موجود. خلي بالك مريض السمنه وي هاف تو اسك، يعني مهم قوي دكتور بتختلف. دكتور التغذيه رقم واحد حاجه اسمها اسك، لازم اسال اللايف ستايل بتاعه ايه، الاكلات اللي بيحبها، بياكل اكتر الصبح ولا بياكل اكتر بالليل. فدي ده بقى متابعه الفريق الطبي اللي في الشركه. طيب في بقى هنا سلمى بتقول انا عندي 40 سنه وزني كان 145، اخذت الكورس بقالي 3 اسابيع ونزلت 6 كيلو، افضل ماشي عليه لمده قد ايه؟ يعني هي بقى لها هنا بتتكلم ان هي بقى لها 3 اسابيع نزلت 6 كيلو. طب ده قليل ولا ده كويس؟ لا هو فاضل شهر، ان هو بيتكلم لا ده رائع، ده معدل حلو جدا يعني؟ جدا جدا طبعا طبعا، ده المعدل الطبيعي خلينا نقول من كلمه لا حلو قوي قوي قوي. هتكمل على الكورس مفيش مشكله لغايه ما بتخس الوزن اللي هي عايزاه، وتحاول تثبت يعني ان هي لما لو خلاص خست خلاص اللايف ستايل اللي هي مشيت عليه تفضل ماشي عليه بقى على طول. ده مهم. هو النقطه الحلوه اللي انا ملاحظاها في بيستا ان هو بيقدم للشخص، مش هقول مريض طبعا، للشخص اللي بيستعمله بيقدم الفكره ان انت مش بحرمك من الاكل بس بقلل الشهيه. فانا ساعدتك في الحته دي. الشق الثاني بقى عليك ان انت تتحرك، يعني تتحرك بس الحركه لان الموضوع برده صعب طبعاً. للناس اللي 24 ساعه شغلها قاعدين والتخان قوي ما بيقدروش يتحركوا كويس. ولا احنا والله لا احنا بننزل على الاقل بنشتغل بننزل ناكل لا هو لايف ستايل بصراحه كلنا لازم مهم قوي. علاء بيقول انا بعاني من السكر، هل متاح اني اخد الكورس؟ الناس اللي عندها السكر وضغط وحاجات زي كده متاح جدا جدا. خلي بالك وموضوع الاكل كمان مهم، يعني مريض الضغط ليه تغذيه معينه، مريض الكلى ليه تغذيه معينه، مريض السكر ليه تغذيه معينه، اكل معين. ده الكورس هيساعده ان هو زي ما دكتور التغذيه بتاعه بيقول له الاكلات دي بس، الكربوهيدرات هتاخدها بالكميه كذا، البروتين هتاخدها بالكميه كذا، الفاتس الدهون الصحيه ممكن هو ما بيبقاش عنده الاراده، فيستخدم كورس بيستا ده للمريض السكر. يستخدم كورس بيستا امن جدا ما فيش مشكله خالص، ودخله بقى كروميوم، دخله فيتامينز، فيتامين بي مهم جدا وداعم لمريض السكر، وبيتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. وعلى طول بقول مريض السكر مع روشته الدكتور خسسان لازم خسسان ومشي. الحلو ان اكدت لنا اكتر من مره ان الفريق الطبي ده موجود 24 ساعه يقدر ان هو يرد على اي استفسار طبعاً. لان الناس اللي بتخس تحديدا تبقى دايما عايزه حد يتابعها اكيد، يعني حد يشجعها حد يتابعها طبعاً. لان الموضوع لوحده صعب، يعني الاراده حتى لو موجوده لازم يبقى فيه ضغط عليك شويه ان انت لا استمر في اللي انت فيه. صح ده 100% صح.
طيب لو اتكلمنا برضو في الناس اللي هي طبيعة شغلها سواء هم بيسافروا كتير او بيتنقلوا بالعربيات كتير، بيشتغل سائقين وغيره، دي فئة على فكرة برضو كانت بتبعت لنا كتير يقول لك انا بسافر مسافات طويلة وعلى طول مركز فبتعب فبضطر ان انا اكل اي حاجة سريعة، فكل ده طبعا بيبقى غلط، ده لايف ستايل اكيد غلط طبعا. الناس دي نقول لها ايه بقى؟ هنا الكورس لازم يبقى ألف مالتي فيت عشان الفيتامينز، ولازم طبعا. بيستا يعني لا ده بيستا بس الحاجة ده بيستا مهم قوي 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 ومناسب للناس دي كلها. ولو حد مثلا شغله بالعشر ساعات بره البيت، لو راجل مثلا في اكتر من 10 الناس اللي هي انا بتكلم على الفئه اللي شغلها طبيعته صعبه شويه، مناسب ليهم جدا وبياخد الساشت معاه في جيبه هو نازل. حتى لو الوجبات اللي بياخدوها مش هيلثي يعني مش اكيد انا بفضل دي الناس دي اكيد خلينا نبقى صراحه اكلهم اكيد مش هيبقى هيلثي، تلاقي كشري سندوتشات سريعه حاجات زي كده برضو يعني ياخد الساشت وياخده عشان لما اجي اكل اكلات مش صحيه ما افتحش او نلحق اي حاجه أي يعني بالظبط نعالج الضرر ما يمكن باقل بالظبط دكتور دينا الوقت انتهى، لكن هيبقى معانا لسه ملفات كتيره، وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم اكيد قبل رمضان هنركز اكتر كمان على اللايف ستايل في رمضان، يبقى عامل زي سوق خاص بالفطار او الفتره اللي في النص دي اللي بتبقى برضو فيها نقنقه كتير او اكيد قبل السحور ان شاء الله. هنشوفك تاني ان شاء الله ان شاء الله يا نهاوند ميرسي. شكرا ليكي دكتور حبيب. دينا هنروح لا مش هنروح حته بقى هنروح الحلقه كده خلصت، نشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم في حلقه جديده، وهترك حضراتكم دلوقتي يعني هتكون متابعه اللايف اكيد على قناه النادي الاهلي وحفل التوقيع الخاص بالنادي الاهلي وشركه شل، نشوفكم بكره ان شاء الله، مع السلامه.